نروح للفقرة التحكيمية المنتظرة. يا كابتن سمير مساء الورد. الفل يا كابتن إبراهيم، ازي حضرتك؟ أخبار معاك إيه؟ والله الحمد لله كويس، أنت عامل إيه؟ كله تمام؟ أنا كله كويس الحمد لله. نفسينا يوم كده يبقى فقرة تحكيمية مثلا، إيه بنتكلم على كورنر، على أوت. أيوه بالظبط كده. على كيفية إزاي اللعيبة تلعب ضربة التماس. يا سلام. قال 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 لك كابتن سمير متشكرين جدا جدا، ما تجيلناش مره ثانيه. ما تجيلناش ثاني. اكيد النهارده الثالث في احدى الماتشات يعني. انا هعكس، انا هبتدي بماتش الاتحاد والطلائع. اوكي، النهارده ماتش الاتحاد والطلائع كان ابراهيم نور الدين حكم المباراه. ايوه. وكان معاه هاني خيري ومصطفى عطيه. ايوه. طبعا عندنا في اول حاله، طبعا في حالات كتيره جدا في المباراه، تقديم الحاله الاولانيه ضربه الجزاء لطلاع الجيش بده وجود لمسه يد على لاعب الاهلي. هو فعلا في لمسه يد، وابراهيم شايفها كويس جدا. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده كابتن سمير معلش، ارجعوا يا شباب من فضل حضراتكم، ارجعوا يا شباب. طب بص كابتن ابراهيم، خليه الاعداد يجيب الدقيقه 75. الدقيقه 75؟ انت عايز الدقيقه 75؟ لان هي اتعادت الكره دي، اتعادت في الدقيقه 75. هي نفسها بالظبط؟ هي تعادت في الدقيقه 75 عشان تبقى سهله على الناس اللي في الاستوديو اللي هي قبل ما يشربوا ميه على طول. طيب معلش، انا عايز اعلق على حاجه ب 30 قرش قبل بس اللي قال قبل اللقطه. عارف انا قبل اللقطه، قبل اللقطه، قبل اللقطه. ارجعوا يا جماعه من فضلكم كده، هتقولنا الكابتن ابراهيم نور الدين وهو بيعلم لعيبه كره القدم الادب. يعني هو بص انا عارف انك هتعلق على يعني لو تستشعر الحرج من الموضوع ده سيبني انا. لا. عندي تعقيب بسيط بس، والله العظيم الكابتن ابراهيم نور الدين يقدر ياخد القرار وما في لعيب يفتح بقه يقدر ياخد القرار. اهو بص، هو قال له ايه؟ قال له بشوفها خلاص، اهو الثانيه اهي بشوفها خلاص. تمام، خلاص يا كابتن ابراهيم. تمام كده، لا مش في المدرسه كده، لا خلاص يا كابتن ابراهيم، انت قلت انا هشوفها، ابعد، خد المسافه والمساحه بتاعتك الامنه اللي ما تخليكش تحتك باي لعيب، ترجع ورا زي ما بنشوف الناس في اوروبا. انت صح كده قلت، اهو هشوفها خلاص. بص بقى كابتن، بص كتير بقى كده، احنا مش هنخش خناقه. بص هو دلوقتي اللي انا بتكلم فيها كابتن سمير، انت حكم دولي واحنا بنشوف الحكام بتوع اوروبا، هل الموقف ده موقف سليم ولا لا؟ لا هو بص، هو طبعا الحكم في الملعب معاه البادي لانجوج بيتكلم بيها، وبعد كده الكروت القانون قال له يستعملها الكارت الاصفر والكارت الاحمر. المفروض معامله الحكم مع اللعيبه هي اللي يتقبلها اللعيب لو عملها مع الحكم. يعني ما ينفعش لعيب يزعق للحكم، وبالتالي ما ينفعش حكم يزعق للعيب. انما هنا في الضغط العصبي بتاعت الكره دي، هو ابراهيم من ساعه ما حسب، على فكره انا مش جاي بدافع على ابراهيم، انا بدافع جاي على حاله موجوده قصادي. تمام؟ ابراهيم خلاص قال للناس يا جماعه انا هروح اشوفها، هتلاقي في ثلاثه جم واربعه، حتى هتلاقي في طبعا يا كابتن هيسيبهم ويمشي. يا كابتن كابتن سمير هيسيبهم ويمشي، هيرجع مسافتين، هيرجع خطوتين ثلاثه اربعه، وهيشاور بايديه ويدي هدوء، اللي هو يدي انطباع ان هو هادي، انا مش سامعك، انا مش شايفك، انا خلاص انا قلت لك ان انا هشوفها خلاص، ما تشاورليش تاني. هو التصرف من ابراهيم، كنت اتمنى انه خلاص ادى قراره هيشوفها لتقنيه الفيديو، ما يهتمش زي شفت هو ادى ظهره ومشي، كنت اتمنى. الله ينور على حضرتك. طالما ان مفيش تجاوز، طالما ان مفيش تجاوز من اللعيبه بالظبط كده. اللعبه الفنيه طبعا هنا هقول بس حاجه، هنا هقول حاجه بس صغيره قبل ما تتنقل. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان احنا عايزين حكامنا مفيش لعيب يتجاوز في حقهم، ده اللي احنا عايزينه. لان انت لما هتعامل لعيب بالشكل ده، اللعيب هيتنرفز عليك، هيحصل تصرف مش عايزين نشوف شكل الحكم المصري فيه، مش عايزين نستفز اللعيبه. فلما يحصل موقف ويحصل تجاوز، احنا بنتكلم على شكل التحكيم ده، والله العظيم هدفي ما عندي اي هدف تاني خالص في الموضوع. كمل بقى خلاص الحالات، انا مش هعلق تاني. اتفضل يا كابتن. يا ريت بقى تتفرج بقى وايه وتناقشنا وفي اي حلقه تانية. يلا اتفضل. ماشي عندنا طبعا الحاله دي، طبعا انت كره معموله بالعرض نازل على ايد مدافع الاتحاد، ايده مكبره جسمه، ركله جزاء خلاص. ركله جزاء دي طبعا دي ركله جزاء واضحه. دي ركله جزاء واضحه، ابراهيم شايفها كويس جدا. و مش هنا، هي مش محتاج حد من حتى من حكام الفيديو ياكد له الكره. طبعا هنا مش باينه طبعا مع التصوير بتاعنا، مش بتبقى واضحه قوي، انما زي ما قلت لحضرتك هنا بقى طبعا خلاص باينه، في واحده في الدقيقه 75 باينه اصلا. تمام ماشي بعد كده دي لعبه ابراهيم دقيقه 65 الاتحاد السكندري، او دي الاتحاد السكندري
وبعد كده الكوره دخل جوه ال 18 اقف بس هنا بس اقف طبعا ابراهيم داخل في حته غلط يعني بنتكلم كحاله تحكيميه طبعا ابراهيم داخل في هنا حته في مكان غلط داخل ال 18 بس هو كان خايف يبقى في خطا جوه فدخل بزياده المفروض ابراهيم هنا ما يخشش طبعا هنا ابراهيم حسب ركله الجزاء وهو مدي ظهره ابراهيم هنا حسبها باحساسه كلاعب كره وهنا يتوقع والسبيرد باك بتاع طلائع الجيش بيطلع والاتحاد بيشوط توقع انها تيجي الكره في ايده فهو عمل حاجه احترازيه حسب ركله الجزاء واعتمد اعتماد كلي على ان الفيديو يصلح له طبعا الكلام ده مش مظبوط بس هنا ابراهيم حسبها بناء على توقعه واحساسه كلاعب كوره طبعا لما رجع للفار تشيك وشافها لا جايه في ركبه لعيب نادي طلائع الجيش فبالتالي ما حسبش الكوره وعمل اسقاط داخل منطقه الجزاء والاسقاط داخل منطقه الجزاء زي ما احنا عارفين خلاص ياخدها حارس المرمى وده التصرف اللي عامله ابراهيم يعني هنا ما فيش ركله جزاء لنادي الاتحاد الاسكندري الكوره ما جاتش خالص في ايد لعيب طلائع الجيش ماشي بقى تصحيح الفار كان في محله هنا تصحيح الفار كان في محله الدقيقه 92 احمد سمير حصل على ركله جزاء تعال نشوف الحكم كده ودي اللي كان بيتكلم فيها الحاج محمد مصطفى برضو ابراهيم في لعبتين برضو قبلهم بس عشان لما نجيب كل الحالات عشان نعرف هل الحالات النهارده اثرت في نتيجه يا شباب لو سمحت في حالتين اشتغلوا لنا عليهم لحد ما نحلل الحاله ديت قول لي في الدقائق بتاعتهم ايه يا كابتن معلش كوره كانت في بدايه المباراه لرزاق في سي ماشي وفي كوره بتاعت عمرو جمال في يعني اخر الشوط الاولاني اللي اتعور فيها وفي دم سلمين طيب يا شباب لو سمحت اشتغلوا لنا عليها عشان خاطر الكابتن يعلق عليها بالظبط اتفضل يا كابتن احنا نيجي في الكره دي انا اما حللتها من كام ساعه انا مش شايف فيها خطا انا كسمير مش شايف فيها خطا قد يكون بص عشان ابقى واضح معاكم قد يكون ابراهيم حسبها من وجهه نظر ان في اهمال من لاعب نادي الاتحاد السكندري بس الاهمال ده انا من وجهه نظري مش شايفه بس عندنا في حاجه عندنا الرجل الشمال بتاعت احمد سمير هنا ابراهيم احمد سمير استخدم ذكائه جدا ذكاء مهاجم والله ده اللي قلته بالنص للحاج محمد مصلحي لما جبت له اللقطه دي قلت له هو استخدم ذكائه فلبسها للكل لبسها للمدافع ولبسها للحاجة. بص هنا بس هو ناطط يعني هو ناطط ما هو خلي بالك احمد سمير وقع قبل ما الولد ده بتاع الاتحاد السكندري يحطه بس هنا ده لعيب بيستخدم ذكاء عالي جدا اصطدم برجل لعيب بتاع الاتحاد السكندري وجهه نظر ابراهيم انها ركله جزاء بس انا وانا بحللها انا مش يعني ما عنديش قناعه كبيره انها ركله جزاء بس ابراهيم عنده قناعه لسبب بسيط ان ابراهيم كان قريب جدا انت راي حضرتك ايه؟ راي حضرتك ايه؟ انا شايفها بالشكل ده ما فيهاش ركله جزاء الا لو في احتكاك لعيب بتاع الاتحاد السكندري هو اللي خابط رجل الشمال بتاعت الاحساس احنا بنتكلم على الاحساس يا كابتن سمير يعني انا لو حكم مباراه ما احسبش الكره دي مش هتحسب الكره دي بس خلاص انا وصلنا ما تحسبهاش بس خلي بالك بس تقصد ان هي تقصد ان هي صعبه عايز تقول كده يعني صعبه جدا بص خلي بقى انت عارف بقى اما تيجي تبص من اللعبه دي تلاقي ان اللعيب بتاع الاتحاد السكندري داخل بشيء في اهمال قد يكون يعني احنا عندنا التصوير بتاعنا يا كابتن ابراهيم يعني ينصف الحكم في لقطه ونفس اللعبه ما ينصفوش في لقطه ثانيه طبعا صعب ان هنا تحسب بالشكل ده يا كابتن سمير معلش ارجعها بيومي فريم في نطه قبل وصول لعيب الاتحاد لا مش حبان من هنا مش حبان من هنا احمد سمير يعني بص كده فريم كده لما رقم 12 ده يبعد بص كده بص واحده واحده بص يا كابتن ما كانش لسه لعيب الاتحاد اهو لسه لعيب الاتحاد ما يعني وصلش احنا عندنا بص يا كابتن ابراهيم احنا عندنا اللقطه دي تحس ان بتاع طلع الجيش هو اللي دخل في رجل بتاع الاتحاد وهو اللي ناطط بص رافع رجليه هينطه بص اهو بص يا كابتن بص انا همشي معاك هو ناطط قبل ما يحصل قبل ما بالاحساس كده ممكن يبقى احساسي غلط بس انا بقول لك بالاحساس كده احساس كلاعب كوره ماشي تيجي في لقطه ثانيه لا ان بتاع الاتحاد الاسكندري دخل انا بقول لك انا كحكم مباراه انا مش هاخد الكره دي لكن تقصد ان هي صعبه على ابراهيم نور الدين تقصد ان هو لا يلام عليها يعني عايز تقول كده لا انا هنا في الصور دي لازم حكم الفيديو لازم يجيب لي صوره واضحه بس في النهايه حكم المباراه هو المسؤول انا في النهايه عندي حكم اذا احنا قاعدين بنختلف كده يبقى صعبه يا كابتن سمير اذا احنا قاعدين بنختلف كده يبقى صعبه وبيقف يعني هنا ممكن احمد سمير هتحسب عليه سيميليشن للتمثيل او هتحسب ركله جزاء
انا كوره بالنسبه لي انا غير مقنعه، بس فيها جدل كبير جدا، جدل كبير جدا. لا بقى لا انا معلش انا اسمح لي انا هبقى قاطع شويه بعد البتاع، اقول لك ان هو نط نط عشان هو لعيب ذكي، لعيب بلغه الكوره كده، لعيب صايع، سحب رجله الشمال، سحب رجله الشمال ولبسها له. احنا في البدايه قلنا هو استخدم ذكائه، استخدم ذكائه، رجله الشمال اللي انت بتقول عليها سحبها وبعد كده دخل برجله دي. هي كره صعبه جدا، انا لو بحكم المباراه ما احسبش ركله الجزاء دي. صحيح. حتى بعد الرجوع للبيتش. يلا يا شباب الحالات اللي بعد كده هجيبها لك اهو يا كابتن. هي لعبتين تانيين عشان نشوف بقى هل الحاجات دي النهارده اثرت ولا ما اثرتش. عندنا اللعبه دي ابراهيم وهو بيجري لا يمكن يشوفها، بس كان لازم حكم الفيديو يشوفها. بصوا احنا بنتفرج الكره ما فيهاش حاجه، مظبوط؟ بعيده. اتفرج عليها تاني. اصبر بعيدة. بقى اصبر بقى اوريك الخطا فين. وهنا بص، ايوه ايوه، بص بقى، بص الرجل اليمين لاعب نادي طلائع الجيش داخله رجل الشمال. طبعا دي ركله جزاء داخل منطقه الجزاء، كان لازم حكم الفيديو ينادي هنا ابراهيم. ابراهيم لا يمكن يشوف كره زي دي، لازم كان يشوفها. الشهاده لله اذا كان احنا نفسنا لما اتلعبت من اول مره ما تحس لهاش. حتى كمان اللي حتى سيسيه، ده الفرق بقى ما بين لعيب ولعيب، حتى سيسيه هنا ما عملش اي انطباع ان الكره ديت فيها يعني ما مشكله. انت شايف رجل بتاع طلائع الجيش اليمين ده، زقه في ظهره وفي رجله، زقه في رجله كمان، زقه في رجله، في رجل كام مكمل في رجله، خلي التوازن. ايوه رجله خلي. دي كره لازم حكم الفيديو هنا تدخل، لازم. دي كره ليه ابراهيم هتلاقيه جاي من ناحيه اليمين. ابراهيم عنده غلط، لانه كان لازم يفتح شمال شويه عشان كملها وقتها بسرعتها، كملها بسرعتها. خلاص هو هنا طبعا هنا خلاص اختل توازنه. هنا في ركله جزاء طبعا سيسي ما عرفش يضرب بالانس، لو كان ضرب بالانس بغطس كده بشياكه كان صفر، كان صفر. هنا مش شايفه، بس انت كلعيب كوره عدم التوازن اللي حصل لعبد الرزاق سيسي بسبب الرجل اليمين بتاعت لعيب طلائع الجيش لا هي شايفه. خلي بالك احنا بنتكلم دلوقتي واحنا قاعدين قصاد الفيديو اللي رجعنا بقى لحكام الفيديو في نهايه اللقاء مع حضرتك. يبقى دي ضربه جزاء كمان صحيحه لنادي الاتحاد السكندري. ماشي. في بقى اللعبه دي بقى اللي عليها يعني هي دي لعبه غريبه جدا. دي هتلاقي في ركله جزاء لصالح عمرو جمال لاعب الجيش برضه، هتلاقي السيرد باك برضه مش باينه. تعالى نشوف ده الراجل بينزف اهو من وش. بالظبط. احنا عندنا ما هي مش لو ما بانتش للحكم، لو ما بانتش للحكم امال فين حكم الفيديو يا جماعه؟ يعني ما حكم الفيديو صحيح الاتحاد الدولي عامله عشان الكره دي، مش عشان يتفرج معانا، هو بيتفرج معانا واضح، يتفرج معانا. يتفرج معانا يبقى يقعد في البيت لنهايه الموسم. النهارده لو شايفين الكور دي اوعى تصريح ناري، ده تصريح ناري، تصريح ناري. كابتن سمير عثمان اول مره يقول تصريحات ناريه. ماشي. بص يا كابتن انت بتتكلم في مجهود فرقه هنا وفرقه هنا، مدرب هنا وجماهير. ده كده كوع، كوره زي دي كوع لابس في وشه، صح كده؟ كوره زي دي لو بتاع الفيديو ما شافهاش يبقى يقعد في البيت يتفرج زينا كده على الفيديو. طب اعيدوها لنا كده من زاويه ثانيه، من زاويه ثانيه يا جماعه كده من فضلك. محتاجه هنا اي زاويه يا كابتن ابراهيم، احنا عندنا كوع لعيب نادي الكوش بتاع بس بقول لك ايه، ده الكابتن ابراهيم نور الدين الرؤيه بالنسبه له كلير جدا، واضحه جدا، ما فيهاش لعيب قاطع. ابراهيم مسؤول على الكوره دي. ابراهيم مسؤول على الكوره دي، وحكم الفيديو مسؤول على الكوره دي. طب تعالى كده نحسب، كل واحد يتحاسب على مسؤوليته. طب تعالى نحسب الماتش ده انتهى 2-2 صح كده؟ تمام. احنا هنمشي على انه ضربات الجزاء اللي اتحسبت سجلت، صح كده؟ مظبوط. طيب يبقى ضربه جزاء للجيش، يبقى احسبها انت، احسبها انت وانا معاك هتابعك. طيب ما تعرفش تحسب ولا ايه؟ ده انت راجل بنكر قد الدنيا. راجل مصرفي عظيم. الدولار بكام دلوقتي يا كابتن سمير؟ يعني وصل دلوقتي 15-80. طيب ضربه جزاء للجيش، ضربه جزاء للاتحاد السكندري، اذا سجلوا فدي جول ودي جول. وكوره انت حضرتك شايف من اللي احنا اتكلمنا فيها ان هي يعني لو انت موجود مش هتحسبها، اللي هي كانت ضربه جزاء لصالح طلائع الجيش، يبقى احنا كنا بنتكلم نتيجه المباراه دي ما تخرجش بالشكل ده، كانت تخرج 3-2 اذا الاجوان دي سجلت، وده في علم الغيب. يعني احنا بنفترض فرضيه ممكن ما تكونش سليمه، لكن على الاقل اللي نقدر نقوله بيانيا او رقميا، ضربه جزاء للفرقه دي، ضربه جزاء للفرقه دي، وضربه جزاء ركلتين جزاء واضحين اللي هي بتاعه سيسي وبتاعه عمرو جمال لعيب نادي طلائع الجيش. صحيح. وكوره بالنسبه للراجل ما كانتش تتحسب. اتفضل بقول تعقيبك. انا بلاش بس يعني لجنه الحكام فعلا يعني الكم ساعه اللي فاضلين في الدوري دول ما فهمش الدار، عاوزه تركيز. تمام. حكم الفيديو لازم يتحط على مستوى اللقاء
ويبقى مركز وصاحي. احنا النهاردة بنتفرج على ركلتين جزاء منهم واحدة اللعيب نازل دم من وشه. لا وايه بقى، لا وايه يا كابسامين، ضربتين الجزاء الحكم الاساسي، الحكم الساحه شايفهم والفار شايفهم ومفيش اي حاجه يعني. يعني معديين يعني دي يعني ماتشات يعني ماتش يعني ماتش مش جيد تحكيميا بصراحه، مش جيد تمام. بالرغم ان ابراهيم بذل مجهود كبير جدا، انما في اخطاء. في اخطاء. نروح لماتش احنا قعدنا في اللعبه الاولانيه كتير جدا عشان نوصل لها، بس انما الاثنين التانيين واضحين، الاثنين التانيين واضحين يعني مش محتاجه شرح. طيب نروح لماتش الاهلي والمقاولين. اوكي، ده 37 حكم اللقاء بيراجع تقنيه الفيديو علشان يبت في امر ركله الجزاء. بص هاتوا لنا اللعبه كامله. ايوه وكمل كمل 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 كمل، انا عايزك تكمل. لا هي دي كده، انتوا كان كملنا، كانت الكره طلعت يا جماعه اوت. يا بيومي لو سمحت هاتها لنا كلها كامله، هاتها لنا من من الكلين فيد كله كامل. ايوه هاتها من عند بيلو. ايوه كده، ايوه ما تكلمنيش في الايربيس على حاجه عشان ممكن ايه. ايوه ماشي. بص احنا ايه، انت بتتفرج على الماتش انت مش فاهم هو ايه اللي حصل هنا، هل هو في فاول في الحته ديت ولا كوع ولا مكاتفه ولا هو ايه اللي حصل ولا دي رمي التماس. ايه بقى الوقت ده كله يا كابتن سمير؟ بص ولا حاجه. بص كل ده، بص كل ده، بص كل ده يا كابتن سمير. كابتن سمير معلش اديني وقت بقى، اديني دقيقه اقول لك. احنا بقينا بنتفرج النهارده كلنا على ماتشات اوروبا، والله ما بياخدوا الوقت ده كله. مظبوط. طيب كمل بقى خلاص، انا اسف. اوكي دلوقتي الكره كانت قريبه جدا جدا من جهاد جريشه. جهاد جريشه بالنسبه له هو شايف ان مفيش خطا، كان يبعد حوالي 7 متر عن الكوره تمام. اما الكوره وقفت، راح حكم الفيديو النهارده استدعى قال له لا، في لعبه اهمال من لعيب نادي المقاولين. حصلت في مناقشه شويه بينه وبين حكم الفيديو تمام، ومش قادر ياخد قرار غير اما الجهاد يطلع ويشوفه ويتاكد منه تمام. وده اللي حصل النهارده. خلي بالك لطشه بسيطه من مدافع 21 في قصبه رجل كهربا تمام، في طريق فيها اهمال. بص خلي بالك في لقشه لمسه، وانا مش هحاسب اللعيب غير على ذكائه يعني. ايوه لعيب خلاص بياخد الكوره، اللقشه البسيطه دي خلاص برضه استخدم ذكائه هنا كهربا. استخدم ذكائه طبعا. طيب يعني ضربه جزاء طبعا، ركله جزاء سليمه. كان حكام الفيديو هنا هم السبب فيها طبعا في احتسابها، هم الابطال قرارهم سليم. طبعا هنا قرارهم سليم عكس طبعا المباراه اللي فاتت. عكس المباراه اللي فاتت يا كابتن ابراهيم هيبقى عليها جدل كبير قوي الفتره اللي جايه. لا هيبقى عليها جدل، هو اذا كان انا بكلم حضرتك بقول لك رئيس نادي الاتحاد السكندري عمل بيان، وبعدين انا هقول لحضرتك على حاجه. هو انا عامل تقنيه الفار عشان خاطر ما تسعفش، وانا في تقنيه الفار تشوف قدامها حالتين الاثنين ضربتين جزاء ما تقولش عليهم حاجه. طب سيبك من الواحده الجدليه ديت. طيب تعالى نروح بقى للكره اللي في الدقيقه 73. دي ركله جزاء سليمه احتسبها جهاز بعد الرجوع للفيديو، طبعا هيروح يشوف الفيديو ماشي وخلاص واحتسبها. بالظبط. طيب الدقيقه 73 احتساب ركله جزاء للمقاولين بدايه دفع محمد سالم، تم الغائها بعد العوده لتقنيه الفار. تعالى نشوفها كده وقول لي. تمام. هنا لعيب نادي المقاولين، لعيب نادي المقاولين هو اللي، لا ده خطا على لعيب نادي المقاولين. دي اتحسبت ايه؟ ما كملها كده، تم كملوا يا شباب، كملوا 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 كملوا. هو كان حاسبها، هو كان حاسبها، هو كان حاسبها ركله جزاء. لا ده لا دي خطا على مهاجم المقاولين. خطا على مهاجم المقاولين ازاي؟ ماسكه برجلين الاثنين. خلي بالك المسك مش بال تمام. هو جهاد حسب على يعني هنا خلاص، هنا في مسك على لعيب المقاولين. ما كملوا لنا يا شباب يعني، كملوها لنا كده، خلي يا بيومي خلي بيلو يكملها لنا للاخر لو سمحت. لا طبعا لا يمكن يكون جهاد حسب دي. ما هو ما انا هو راح للفار يا كابتن، ما هو راح للفار. اوكي. يعني بص هنا دي في مسك لعيب المقاولين برجله. ما تكملوا لنا اللعبه لو سمحت بعد اذنكم، كملوها لنا لحد ما يروح الكابتن. هو كده بيشوف اللقطه بتاعت الفار. اوكي. ايوه. اشوف بص ابراهيم جهاد اول ما شاف
ماسكه برجل الاثنين خلاص اكيد هيلغيها طبعا. صحيح يعني سبب فاول. اه طبعا فاول طبعا ده قرار سليم طبعا، لان هو المسك مش شرط بالايدين، لا برجليك الاثنين انت ممكن تنزل زي اللي احنا شايفينها كده. يعني بص دي مسك خلاص، دي صحيح مهاره. يا كابتن سمير، هل لديك اقوال اخرى؟ في حاجه تانية؟ لا خلاص مفيش حاجه تانية كده طبعا. ده كفايه قوي، ده كفايه ماتش الاتحاد والجيش ده. ماتش الاتحاد والجيش ده انا بتخيل انه هيحصل فيه ايقافات، انا بتخيل ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله الامور تعدي على خير ان شاء الله. ونفتكر بس الحكام اكيد برضو كان عندهم ماتشات كويسه، وزي ما المدرب بيبقى مش في يومه حكم المباراه برضو قد يكون برضو ماشي. عندك برضو حق في الجزئيه ديت، عندك حق في الجزئيه دي. ما بنذبحش حد، ولكن بنقول الغلطان يتعاقب زي ما بنثني على اللي بيمشي بشكل كويس. يعني ادينا كلنا بنتعلم، احنا بنتعلم في الحالات التحكيميه والناس بتفهم برضو اكتر. شكرين يا كابتن سمير، بشكرك شكرا جزيلا، مساءك زي الورد. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان. كابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق. ماتش صعب جدا، اتحاد اسكندري وطلع الجيش. الحقيقه عشان ما اكذبش عليكم ما شفتش اللقاء، ولكن بالتفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها ديت في حاجات كتير قوي.